اتصل بي بالعشاء، قلت له انا مريض ولا كعيوني ما اشوف، وركب اظن يدري بموته. قال لك الله، لك الله خلافي. شو القضية؟ قال والله سالفتنا خطرة، خطرة سالفتنا. الساعة بستة بلابان يعني نشيبين دهني، ها؟ قال انت ما اشعت عليك اشكال وانواع مرات عليك. قلت له ايه؟ قال عود عبد الله في الولد استشهد. بعد انا شنو اللي سويت؟ وش هو؟